وفي ظل جائحة كورونا التي تهدد الكوكب، تواصل دولة الكويت عطائها الإنساني اللامحدود وإزالة الغمة عن الأخوة اليمنيين المتواجدين بالأردن. نعم رضا، حيث نظمت الأمانة العامة للأوقاف حملة مساعدات تشمل سلات غذائية إلى أكثر من 3000 عائلة داهمها الجوع في شهر رمضان المبارك. في ظل الأزمة الإنسانية التي سببتها كورونا، تواصل دولة الكويت تقديم مساعدتها إلى جميع المحتاجين في العالم. اليوم كان خير الكويت موجه إلى الإخوة اليمنيين والأشقاء العرب المتواجدين بالأردن، وذلك ضمن حملة تنظمها الأمانة العامة للأوقاف وبإشراف مباشر من سفارة دولة الكويت بالأردن. المرحلة الأولى من المساعدات تشمل توزيع طرود وسلات غذائية يستفيد منها أكثر من 3000 عائلة، وتستكمل باقي المراحل ضمن أيام الشهر الفضيل القادمة. اليوم بدأنا حملة الإفطار صائم، وهي التي حقيقة بتنفيذ من الأمانة العامة للأوقاف وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتضمن إن شاء الله اعتبارا من اليوم توزيع العديد من السلع الغذائية للكثير من الأسر المتعففة، أسر من دول عربية شقيقة. سنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم لأسر من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأيضا إن شاء الله سنواصل إلى أشقائنا أيضا أسر من فلسطين ومن الأردن ومن حقيقة دول متعففة. كما دأبت دولة الكويت دائما تقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف مناطق العالم، ومن ضمن هذه المناطق المملكة الأردنية الهاشمية. هذا المشروع الذي تشاهدونه اليوم مشروع إفطار الصائم، يتضمن 1270 سلة غذائية ليستفيد منها ما يقارب 3000 أسرة موزعة في مختلف مناطق المملكة. هذا الدعم والعطاء الكويتي سيساهم بشكل كبير في تأمين لقمة العيش للمحتاجين الذين فرضت عليهم الأوضاع الصحية العالمية أعباء إضافية تتطلب وقفة إنسانية لدعمهم وإغاثتهم. نهر خير مستمر ومتواصل لا يعيقه لا وباء ولا جائحة حتى يصل لكل محتاج في شتى بقاع الأرض. نهج إنساني أرسى دعائمه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، عمان.